أفادت بيانات حديثة لإدارة شؤون الجمارك أن مملكة البحرين صدرت أكثر من 11.4 مليون طن من الألمنيوم إلى 62 دولة حول العالم بقيمة إجمالية تجاوزت 391 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الجاري. وقد أظهرت البيانات أن الولايات المتحدة جاءت في المركز الأول من حيث قيمة تصدير الألمنيوم البحريني، حيث بلغت قيمتها 84.4 مليون دينار، تالتها المملكة العربية السعودية بقيمة صادرات 61 مليون دينار، ثم جاءت مصر في المرتبة الثالثة بقيمة صادرات تخطت حاجز 54 مليون دينار. وقد تصدرت أسلاك الألمنيوم غير المخلوط المرتبة الأولى كأكثر سلع الألمنيوم تصديرا بقيمة صادرات تجاوزت 137 مليون دينار، مرسلة إلى 19 دولة أبرزها السعودية والأردن وكرواتيا والمغرب وتونس والكويت إضافة إلى نيوزيلندا. احتلت البحرين المرتبة السادسة عربيا والخامسة والأربعين عالميا في مؤشر حقوق الملكية الدولية لعام 2018 الصادر عن مؤسسة Property Rights Alliance الأمريكية. وقد جاءت المملكة في الترتيب الخامس خليجيا، حيث حصدت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عربيا والواحدة وعشرين عالميا، والمملكة العربية السعودية الخامسة عربيا والرابعة والأربعين عالميا. وقد صنف المؤشر الصادر عن المؤسسة الأمريكية التي تتخذ من واشنطن مقرا لها 125 دولة حول العالم، حيث تصدرت فنلندا المركز الأول، تالتها نيوزيلندا في المرتبة الثانية، ثم جاءت سويسرا ثالثا على سلم الترتيب العالمي. ويعتبر المؤشر مقياسا سنويا يهتم بحقوق الملكية الدولية لقياس حماية حقوق الملكية على مستوى العالم. والآن نترككم مشاهدينا مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية التعاقدات هذا الأسبوع، ونبدأ مع بورصة البحرين، حيث تراجع مؤشر البحرين العام في تداولات اليوم بنسبة 0.26% مقفلا عند مستوى 1338 نقطة، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاعات البنوك التجارية والخدمات والصناعة. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 8,246,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 1,266,000 دينار تم تنفيذها من خلال 92 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 81% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة. وننتقل الآن إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية، ونبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 7948 نقطة كما هو موضح على الشاشة بانخفاض بلغت نسبته 0.88%. أما بالنسبة لسوق دبي المالي فقد أغلق عند مستوى 2840 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 0.29%. وبالنسبة لسوق مسقط للأوراق المالية فقد أغلق عند مستوى 4419 نقطة بانخفاض بلغت نسبته 0.27%. أكد وزيرا الخارجية السعودي والروسي أهمية العلاقات السياسية والتجارية للبلدين وتعزيز المشاريع المشتركة بينهما بالقطاعات النفطية والتجارية وفي مختلف القطاعات. وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في موسكو إن هناك مشروعات مشتركة بين السعودية وروسيا في مجالات عدة بملياري دولار. وأشار لافروف إلى أن هناك مشاريع مشتركة بين أرامكو وغازبروم تأتي بجانب مشاريع أخرى في إطار التعاون الثنائي.
ومن جهته عبر الوزير الجبير عن حرص السعودية على تعزيز العلاقات التجارية مع روسيا والتنسيق معها سياسيا. ويشمل تعاون الشركتين العملاقتين عدة مجالات، منها تطوير تقنيات الحفر والتنقيب وترميم الآبار النفطية، إلى جانب تحسين أنظمة الضخ وتصنيع الأنابيب غير المعدنية ذات القطر الكبير، إلى جانب تدريب الكوادر وتعليمها بشكل مباشر في المنشآت الإنتاجية. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين، وفيها بعد قليل: شركة أيسر تكشف عن أنحف جهاز لوحي في العالم بشاشة عالية الدقة تعمل باللمس. ارتفعت إيرادات قناة السويس المصرية إلى أكثر من 494 مليون دولار في يوليو من 488.9 مليون دولار في يونيو 2018، وذلك وفقا لبيانات حكومية رسمية. وكانت هيئة قناة السويس قد أعلنت أن إيرادات القناة للسنة المالية 2017-2018 بلغت مستوى قياسيا عند 5.585 مليار دولار، ارتفاعا من 5.8 مليار في السنة السابقة، وبلغت نسبة الزيادة 11.5%. وتعتبر القناة ممر الشحن البحري الأسرع بين أوروبا وآسيا، ومصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية للحكومة المصرية. توقع وزير تونسي في تصريحات صحفية تسارع النمو الاقتصادي لتونس إلى 3.5% في 2019، وذلك من 2.9% متوقعا هذا العام بفضل تعافي قطاع السياحة ونمو القطاع الزراعي. وقال وزير الإصلاحات توفيق الراجحي إن الحكومة تعتزم خفض عجز الميزانية إلى 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي في العام القادم من 4.9% في توقعات 2018. من المتوقع أن يتم استدعاء أعضاء من الحكومة الإيرانية أمام البرلمان في الأيام المقبلة، حيث يطالب المشرعون بإيجاد حلول للأزمة الاقتصادية الحادة. وذكرت تقارير أنه من المرجح أن يمثل وزراء التعليم والصناعة والتجارة والنقل جميعا أمام البرلمان في المستقبل القريب. وكما حدث لوزيري العمل والاقتصاد، فإن الوزراء جميعا يواجهون تهديدا بتصويت بحجب الثقة وفقدان المناصب. وكان الرئيس الإيراني قد واجه وابلا من التساؤلات بشأن الأزمة المالية الحالية التي شهدت تراجع في القيمة في العملة الإيرانية بأكثر من 50%. قال زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض إن سياسات حزب العدالة والتنمية الحاكم دفعت تركيا إلى أزمة اقتصادية، مشددا على أن التوتر الأخير بين الولايات المتحدة وأنقرة كان مجرد جزء صغير من مشكلة أوسع على حد تعبيره. وأضاف أن الأزمة كانت موجودة وبأن لا علاقة لها بالقس الأمريكي، وبسبب هذا النزاع تسارعت أزمة الليرة التركية التي هبطت بنحو 40% هذا العام. وأجاز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الشهر مضاعفة الرسوم على مشتريات الألمنيوم والصلب من تركيا. سجلت الأسهم الأمريكية اليوم مستويات قياسية جديدة لمؤشري ناسداك وستاندر أند بورز في بورصة وول ستريت. ويأتي هذا الصعود للأسهم الأمريكية بعد أن رفعت الحكومة الأمريكية تقديراتها للنمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي بالربع الثاني من العام الحالي إلى 4.2% من 4.1%، وهي أسرع وتيرة لنمو الاقتصاد في الولايات المتحدة منذ الربع الثالث من العام 2014. وتأتي هذه التقديرات بزيادة 0.1% عن توقعات يوليو الماضي، لتعكس ارتفاع الإنفاق على البرمجيات وانخفاض واردات النفط. والآن نلقي نظرة سريعة مشاهدينا على أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية.
أخيرا كشفت شركة إيسر للإلكترونيات عن أنحف جهاز لوحي لابتوب في العالم، والذي تقول الشركة أنه أخف أجهزة الكمبيوتر المحمولة في العالم، وذلك في معرض برلين للإلكترونيات. وزودت الشركة الجهاز اللوحي الذي يبلغ وزنه 990 جراما فقط بشاشة فائقة السرعة تعمل باللمس عالية الدقة وقابلة للطي، حيث من المقرر إصدار هذا الطراز بداية العام 2019. ويقول إريك أكرسون مدير العلاقات التجارية في شركة إيسر إن الجهاز الجديد هو أصغر كمبيوتر محمول في العالم، وهو نتاج هندسة وتصميم مبتكر. هذا ويستضيف معرض برلين للإلكترونيات، والذي يستمر حتى 5 سبتمبر، أكثر من 1800 شركة عارضة، بما في ذلك شركات صناعة الإلكترونيات العملاقة سامسونج، هواوي وسوني.